قال ومن بيروت ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد العزي. دكتور خالد مساء الخير. دكتور خالد ومن القاهرة أيضا ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية الدكتور طارق فهمي. أهلا بكما ضيفي من بيروت ومن القاهرة. سأبدأ مع ضيفي من القاهرة وآخر المعلومات الواردة والتي نقلتها هيئة البث الإسرائيلية والتي تحدثت عن تقدم مفاوضات إطلاق سراح عدد من الرهائن لقاء الإفراج عن سجناء أمنيين. ما هي آخر المعلومات لديك حول هذا الأمر؟ هو بالتأكيد طبعا في حالة من الزخم خلال 48 ساعة الماضية في قطر. أنت تعلمي أن هناك اتصالات تمت على مستوى مديرية المخابرات المركزية الأمريكية ومدير الموساد رئيس الموساد. الهدف منها هو ليس الإفراج عن مجموعة محدودة، إنما هي مجموعة ربما تمتد إلى أكثر من 3 أضعاف، يعني الحديث عن مش 13 أو 15 إنما على 100 عنصر مقابل تبييض جزء من السجون الإسرائيلية بالأطفال والرعاية المحبوسين أو في الصفقات الأخيرة، بالإضافة إلى الصفقة الماضية اللي هي بقايا ما تم في صفقة جلعاد شاليت. فبالتالي في تفاصيل ربما مرتبطة بهذا الأمر. تصعيد العمل العسكري في تقديري خلال الساعات الأخيرة، خلال 6 ساعات الأخيرة، أنا في تقديري هو تحسين لشروط التفاوض، بمعنى أنه المستوى العسكري لا يزال مصمم على المضي في هذا الاتجاه ومصمم بطبيعة الحال على محصرة أي جهود في هذا الإطار. الحديث عن الهدنة الإنسانية المتتالية بالمناسبة وليس وقف إطلاق نار، الحديث هنا سيرتبط بطبيعة الحال هدنة إنسانية مقابل هدنة إنسانية، الإفراج التكتيكي عن بعض الأسماء، ربما تكون هناك بعض الإشكالات المتعلقة بالأسماء ودراسة الحالات المختلفة. لكن أعتقد أنه مهندس ما يجري في كل هذه الاتصالات هو ويليام بيرنز مدير المخابرات المركزية، لديه الرجل خبرات كبيرة بطبيعة الحال. نعم. على اتصال مع الدول الرئيسة في الإقليم سواء كانت مصر أو قطر، بالإضافة إلى المبعوث الأممي، وبالتالي الحديث هنا عن محاولة لحلحلة المشهد والوصول لنقطة توافق بين الطرفين. أول هدنة إنسانية ربما ستمتد على حد ما توفر لدينا من معلومات من 3 إلى 6 ساعات، أعتقد ستكون محكومة أيضا بضوابط ومعايير بالنسبة للطرفين، بالنسبة للمقاومة الفلسطينية وبالنسبة أيضا للجانب الإسرائيلي. نعم. إلى ضيفي من بيروت الدكتور خالد العزي. دكتور خالد، هناك مصطلحات متباينة بما يتعلق بالذين هم موجودون عند حماس ما بين رهائن وأسرى. ما هو الفرق بين المصطلحين قانونيا من الجهة القانونية؟ صباح الخير لك رورا وللضيف العزيز وللمشاهدين وللفريق العامل. بالطبع الأسير يطلق على كلمة أسير هو من يقع في الجهة العسكرية، أي الذي يكون عسكريا ويتم يعني أسره على الجبهة، وبالتالي كلمة أسير هو لمصطلح عسكري. أما الرهينة هي يعني الشخص الذي يتم اعتقاله، وهذا الاعتقال يعني حتى لو كان لعسكري وإنما يكون للمدنيين. المدنيين هم يبقوا رهائن، وهؤلاء يعني الرهائن يعني يكونوا لدى الجهة التي تمت اعتقالهم تم أسرهم. ومن هنا في القانون الدولي بالأساس يتم التبادل أو النقاش على عملية تبادلهم وفقا لموقعهم في الحدث. ومن هنا عندما يستخدم المصطلح، وأحيانا يخلط ما بين المصطلحين، لكن كل مصطلح يفسر بالطريقة. ولكن دكتور، أليس هناك من تداعيات لاستخدام هذه المصطلحات على الجهة التي تستحوذ عليهم؟ يعني هنا عندما يتم الخلط، لأن الجهة التي تستحوذ عليهم هي تطلق عليهم بأنهم عسكر، يفسر من الجانب الحمساوي الذي يعتبر كل رهينة لديه هي عسكرية، ومن هنا يطلق عليهم اسم
الأسرى أو الرهائن الذين يقعوا تحت سيطرتهم، لأنهم هم يطالبون بتبادل الأسرى، والتبادل يتم ما بين أسرى عسكر وليس ما بين يعني معتقلين مدنيين. المعتقلين المدنيين يختلف التعامل معهم أيضا حسب يعني القانون الإنساني، ومن هنا نجد أن دكتور لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.